ولنقاش انعكاسات قانون جرائم المعلوماتية ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الأزدي. أهلا بكم أستاذ حارث. وتنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في تظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. أهلا بك دكتورة. اهلا وسهلا بكم وبقناتكم وبمتلقيكم، شكرا جزيلا. البداية معك أستاذ حارث، كيف يمكن تقييم قانون أو مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط العراقية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا يستخدم عبارة كلمة حق أريد بها باطل إذا أردنا تبيان فساد رأي أو فضح ما وراءه، فليس المعلن كالمخفي. ولكن هذا القانون أقولها بصراحة واضح من فقراته، ليس بكلمة حق ولا يراد من ورائه غير تكميم الأفواه وقطع الألسن، بل إنه ينصب بشكل كامل بكامل فقراته لحماية الفاسدين والسارقين والمتلاعبين بمقدرات البلد. القانون سيكون سيفا إن أقر على رؤوس العراقيين، وسيكون أداة بأيدي القوى السياسية ممثلة بأحزابها وميليشياتها لاستهداف من تشاء متى تشاء. القانون نص عقابي باطل في أصل وضعه، والأهداف المرسومة له حددها خبراء القضاء. منظمة هيومان رايتس قالت فيه قولها أنه يستهدف المواطن ويستهدف كل من يناوئ هذه السلطة أو يفضح سوءها وما تتداوله حتى بينهم في التيارات السياسية، من فضح بقوائم، بفضح من معاهدات أو اتفاقيات تكون فاسدة، إذا تداولها المواطن سيكون تحت طائلة هذا القانون. ستبقى معنا أستاذ حارث. ننتقل إلى دكتورة ذكرى الناشطة في تظاهرات ثورة تشرين. دكتورة، كيف تلقى ثوار تشرين مسودة قانون الجرائم الإلكترونية والذي يحد من الكثير من حريات الرأي والتعبير ومنها التظاهر؟ نعم، بالتأكيد أن لكل دولة حق أن تجعل الحماية لحدودها ولسيادتها، ولكل دولة هناك قوانين وقرارات، لكن الدولة العراقية للأسف حين تضع أي قرار هناك قصد من وراء هذا القرار، لا يستهدف هذا القرار الناس التي تلعب بالأمن وتلعب بالدولة وتسرق و يعني تتعدى على سيادة الدولة، لكن هي ترصد أناس معينين بحد ذاتهم وهم المتظاهرين. تزامن هذا القرار مع تداولنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تبادل الآراء والحديث وفضح السلبيات للحكومة وفضح الفساد والسراق. طبعا لا تقبل الحكومه بالتاكيد انه تنفضح كل تصرفاتها وكل سرقاتها وكل سيئاتها واتفاقاتها المشينه. بالتاكيد الثوار لا يقبلون بهكذا قرار. هو الحقيقه القرار في الدستور لدينا حريه للراي وحريه للتظاهر. هؤلاء يريدون وأد هذه الحرية وقتل الأصوات وتكميم الأفواه وخنق الحريات. في الحقيقة نحن نحتاج إلى أصوات أن تبقى على التواصل وفي الشارع وفي أي مكان. هؤلاء يتقصدون ويلاحقون المتظاهرين في كل مكان، حتى في بيوتهم وهم جالسين على جوالاتهم وعلى حواسيبهم. فالكل يرفض هذا القرار والكل غير هذا القرار، يحتاج إلى تعديل وإلى لأنه يبدو أنه يعني قرار ضبابي وغير واضح. تحاول المراوغة الحكومة تحاول المراوغة بهذا القرار لكي تصل إلى أهدافها الخاصة وهي قمع المتظاهرين في ثورة تشرين.
في هذه النقطة، نقطة القمع، نعود للأستاذ حارث مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق. أستاذ حارث الأزدي، إلى أي مدى القمع الأمني الحكومي الذي شاهدناه يستهدف المتظاهرين في الشوارع منذ انطلاق ثورة تشرين ينعكس اليوم في مجلس النواب بمسودة قانون تحد من أهم الحريات الأساسية لأي فرد في أي مجتمع؟ نعم، بالتأكيد سلطة الوعي وقوة الكلمة، فالكلمة لها تأثير بالغ، فهي تواجه أعتى السلطات بسلطة الوعي. وهذا ما ذكره لنا القرآن الكريم عن سحرة فرعون لما جاءوا في يوم الزينة وكانوا صفا واحدا، فقال لهم سيدنا موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هذه الكلمة بما تمتلكه من قوة وصدق وتأثير فرطت هذا الصف و يعني تفرق هذا الجمع. لكن هل الموجودين في السلطة لديهم وعي ولديهم فهم كسحرة فرعون؟ أنا أعتقد لا، وإلا بماذا نسمي يعني استمرار هذا الظلم 17 عاما، ثم يأتون بعد ذلك ليكمموا الأفواه ويضعوا أقفالا على ألسنة المواطنين بأن لا يقولوا هذا كذب وهذا تهديم وهذا سرقة وهذا نهب. إذن الكلمة لها قوة تأثير، فلذلك يستجمعون أمرهم من أجل مواجهة المواطن. وليس أدل على ذلك من شعار ثورة تشرين كلمة نريد وطن، هزت عروشهم مع العلم أنهم هم 17 عاما وهم يبنون هذه الإمارات، إمارات الحرب، إمارات القتل، إمارات النهب، ومع هذا هزتهم كلمة أطلقها شباب واعين مؤمنين بالعراق فقالوا نريد وطن، هزتهم. لذلك قوة الكلمة تهدد كل طاغي مهما بلغت قوته وسطوته. نعود لضيفتنا من بغداد دكتورة ذكرى عبد الصاحب. انتقدت الكثير من المنظمات الحقوقية العراقية والدولية، انتقدت مشروع القانون ووصفته بالبوليسي وترهيبي للمجتمع ككل. إلى أي مدى يرهب هذا القانون المتظاهرين أو يثنيهم عن مواصلة مسارهم في الحراك الشعبي؟ بالتأكيد كل إنسان وطني، كل إنسان شريف، كل إنسان يحب وطنه ويحب وطنه وينتمي إليه لا يقبل على أن يتم التلاعب بسيادة هذا الوطن وبكل مقدساته وبكل ممتلكاته. بالتأكيد كل المنظمات وحتى الدولية يعني إضافة للمحلية استنكرت هذا الموضوع، لأنه واضح جدا هذا صياغة هذا القرار أو صياغة هذا القانون فيه يعني إجحاف كبير للمواطن العراقي، ومن خلاله تحاول الحكومة أن تتسلق إلى الإنسان النزيه النظيف الذي هو يعمل بنزاهة ولا تحاسب ولا تلتفت إلى الناس السيئين الذين هم يبتزون الآخرين ويتدخلون بالحياة الاجتماعية للإنسان ويفضحون الإنسان ويبتزون، وأيضا حتى على المواضيع الدينية يتنصتون وأيضا يخربون الرأي العام. فهذه الحكومة لا تلتفت إلى هؤلاء المرتزقة، لأن هؤلاء يتبعون لها يعني يتبعوها إلها، في حين هي يعني تضرب في عمق الثورة العراقية، ثورة تشرين تضرب في هذا العمق في سبيل إخماد هذه الثورة، في سبيل تكميم أفواه الثوار. فالحقيقة لا تقبل بالتأكيد المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية لا تقبل بهذا العنف، ولا تقبل به، لأن هي هذه إنسانية، كيف تكون إنسانية وتقبل بالعنف؟ بالتأكيد لا تقبل على تعنيف المتظاهرين، ولا تقبل بتعنيف أي إنسان آخر، ولا تقبل بالسجن والغرامة. فهؤلاء صاغوا هذا القرار في سبيل أن يكممون أفواه كما قلنا، وأيضا يترصدون الثوار واحد واحد على اعتبار أنه هذا أساء لهم وأساء لمقدساتهم ولهيبتهم ولهيبة الدولة، الدولة المتهرئة مع الأسف في هذا الزمن اللي نخروا كل ما موجود في العراق، كل ما موجود من كل الجوانب، من ناحية مالية ومن ناحية
بنى تحتية ومن ناحية أخلاقية ومن ناحية من كل النواحي وحتى الدينية. ستبقين معنا دكتورة ذكرى، ستبقين معنا، ننتقل فقط للأستاذ حارث. تضع بنود القانون نصف الشعب العراقي في السجن في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية التي يصاغ فيها هذا القانون ومن شأنه أن يسجن نصف الشعب العراقي، كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ حقيقة هم يعني الموجودين الآن في السلطة يريدون الاستفراد تماما بكل شيء، يعني بعد أن نهبوا العراق وبعد أن نهبوا ثرواته بعد أن نهبوا، الآن يريدون أن تتم الأمور لهم بكامل سلطاتها بحيث لا أستاذ حارث هل ما زلت معنا؟ قانون نص، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ حارث لزدي مسؤول القسم الثقافي في هيئة علماء المسلمين في العراق. نعود إليك دكتورة ذكرى للحديث على نقطة حق التظاهر، حيث اشترطت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية موافقة قبل تنظيم أي تظاهرة. ما الهدف من هذا الشرط وبرأيك كيف سينعكس على التظاهرات في ثورة تشرين؟ حقيقة الدولة كما قلنا تحاول أن تستهدف الثورة في عمق في عمقها، وتحاول أن يعني نقول أنه تدين المتظاهرين بطريقة وبأخرى. فهذه القرارات وهذه القوانين كلها تصب في محاربة الثوار، لأن الثوار يعني ليسوا في مصب الحكومة. فالحكومة تحاول أن تتصيد الفرص وتتحايل بالقوانين على المتظاهرين لكي تجرمهم بطريقة وبأخرى. فحقيقة يعني أصاغوا أو أسنوا قانون أنه يجب أن تبلغ الدولة، حتى على اعتبار أنه من يكون أكو إساءة تعرف من هؤلاء اللي طلعوا، راح تعرفهم بالاسم، لأنه أحيانا التظاهرات تكون كلش كبيرة يعني بالآلاف بالملايين، فما يقدرون يشخصون من هو الذي راح يتجاوز عليهم او كيف يقدرون يوصلون لهم. يعني حيخلونهم تحت انهم يعرفون الاشخاص اللي قدموا لهم الطلب ويعرفون ايش راح يحكون، فيبدون يحاربون هؤلاء الاشخاص من اقتنصوهم. وايضا يعني كثير من الاشخاص ضربوهم البارحه، يعني احنا عندنا جريحين يعني وصلوا للشهاده الحمد لله، صاروا يعني شافوا الحمد لله. لا وقبلها ايضا اثنين ايضا المتظاهرين انضربوا. فهذه الحكومه تحاول ان تستهدف او وميليشياتها، طبعا الحكومه ليست هي نفسها اللي تيجي تضربهم، هي عندها مرتزقه، عندها ناس هي اللي تنفذ اجنداتها. فهؤلاء المرتزقه هم اللي يأذون اولادنا شبابنا شباب ثوره تشرين، بيحاولون يغتالوهم، بيحاولون يصيبوهم يعني باصابات جدا قويه، يأذوهم يعني لحد الموت. شكرا جزيلا لك دكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة في تظاهرات ثورة تشرين، وشكر موصول كذلك لمسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي، كان معنا عبر سكايب من عمان.